شباب حد بس أكد كده ان صوتي والسكرين ظاهرة عشان كان في مشكلة في المايك. الصوت واضح والسكرين واضحة. زي الفل. طيب بعتذر عن التأخير معلش. ان شاء الله السيشن النهاردة يعني في حاجات كويسة بس ان شاء الله تكون خفيفة مش كبيرة. ويلا بينا. ماشي، احنا السيشن اللي فاتت في النمبر ثيوري خدنا يعني ايه ديفايزرز، يعني ايه برايم فاكتورايزيشن، وفهمنا ازاي اصلا الارقام بتتكون من البرايمز، وعرفنا اصلا البرايمز دي هي سبب في وجود بقية الارقام، وخدنا ان في برايم نمبرز وكومبوزيت نمبرز. مثلا احنا قلنا ان البرايم نمبرز دي ارقام بتقبل اسمها على الواحد ونفسها بس، والكومبوزيت نمبرز دي اي ارقام تانية غير البرايمز، يعني بتتكون من تو بوزيتيف انتجرز يعني. تمام. طيب النهارده احنا هنتكلم عن كذا حاجه. هنتكلم عن المودولر ارثماتيك، وهنتكلم عن الجي سي دي والال سي ام، وهنتكلم عن الكاونتنج تكنيكس الان سي ار والام بي ار اللي هو خدناهم في ثانوي يعني معظمنا، وهنناقش كذا اوبتمايزيشن كده، وممكن نحل مسائل لو في وقت يعني. طيب خلينا نبدأ. حد عارف يعني ايه مودلر ارثماتيك؟ يعني يرفع ايده كده. مفيش حد عارف. انتوا خدتوه على فكرة وبتستعملوه في يومكم يعني، بس محدش لسه عارف. طيب لو جيت قلت مثلا ان 14 مود 3 دي بتساوي كام؟ حد يفتح المايك ويقول مثلا او يكتب في الشات. 2 مظبوط. طيب انا قلت لكم قبل كده السيشن اللي فاتت دي ان المودلز ده هو باقي القسمة، يعني احنا لو فاكرين القسمة مطولة كان مثلا بيكون عندنا باقي قسمة يعني وكده. فالمودلز ده في الماس بنعبر عنه باقي القسمة بنعبر عنه بالمودلز يعني. طيب هو ليه طلع 2؟ لان المودلس ده اصلا معناه هو اقل بوزيتيف انتجر ممكن اطرحه من ال 14 بحيث يقبل القسمة على 3. فايه اقل رقم ممكن اطرحه من ال 14 يقبل القسمة على 3؟ هو الاثنين، لان انا طرحت 14 ناقص 2 هيديني 12، وال 12 بتقبل القسمة على 3، باقي القسمة بتاعها 0 لانها بتقبل القسمة على 3. طيب مثلا لو جيت قلت 15 مثلا مود 3 ممكن حد يقول بكام؟ بزيرو مظبوط، لانها تقبل القسمة اصلا على 3. طيب لو جيت مثلا قلت ان 4 مود 5 بالظبط هي 4. ليه؟ لان الاربعة اصلا اول حاجة الاربعة اصلا مش هتبقى القسمة 5، بس انا قلت لكم في تعريف المود ان هو اقل رقم انا ممكن اطرحه من ايه ده. مثلا لو اعتبرنا مثلا ان ده ايه مود بي، فهو اقل رقم انا ممكن اطرحه من ايه بحيث يقبل القسمة على البي. فانا هطرح 4 من 4 وال0 بتبقى القسمة 5، يعني حتى جربوها في الآلة الحاسبة هتلاقيها بتبقى القسمة 5. طيب لو جيت مثلا قلت ان خلينا مثلا نقول ان 6 مثلا مدرس 0، 6 مدرس 0 معلش ده مش هينفع لان هو هيجيب ماس ايرور، يعني المدرس ده ممكن نعتبره اللي هو اسم، ان هو فعلا بيقسم ويبقى باقي الاسم، فما ينفعش اقسم حاجه على 0، ده هيجيب لي ماس ايرور يعني. طيب ايه اللي محتاج اعرفه في المدرس بالظبط؟ خلينا مثلا زي ما اتفقنا احنا قلنا المدرس ده هو اقل رقم، مثلا لو عندي a مود b، او خلينا مثلا نقول x مود y، بتساوي سي. فاحنا قلنا المدرس ده اقل رقم بوزيتيف انا بطرحه من الاكس بحيث يقبل قسمه على الواي. طيب الماثيماتيكال الترم بتاعه اصلا يعني بنعبر عنه بايه؟ فقال لك ان احنا بنعمل كوشنت في واي، او خلينا بس نعمل كده عشان ما نزودش الناس، خلينا نقول كيو اتش دي في واي زائد الام بتساوي اكس. لو انا عندي مثلا ايه اكس مود واي
بتساوي سي. فلو احنا مثلا افترضنا ان ده مثلا 14، الاكس ب 14 والواي ب 3، فالكوشنت ده معامل تمام، ودي دي الواي ودي الاكس وده ريمايندر تمام. ف احنا بنعبر عن الطريقه دي 4 في 3 مثلا زائد 2 هيساوي الاكس اللي هي بكام؟ 14. المعامل ده اللي هو 4 في 3 اللي هو 12، يعني ده معامل كوشنت بضربه في الواي زائد 2، ده الاثنين اللي هو الريمايندر. لما انا قلت 14 مود 3 فده هيساوي 2 اللي هو اصغر رقم انا ممكن اطرحه من ال 14 عشان يقبل اسمه على 3. فده الماثيماتيكال الترم بتاعه، وخلوه في دماغكم عشان احنا هنحتاجوه قدام. فده ببساطة المودلس يعني. طيب احنا ممكن في الكومبازيتيف بروجرامنج يعني نستغله في ايه؟ هو طبعا هو داخل في حاجات كتير يعني، في الماس وفي النمبر ثيوري، بس خلينا مثلا نقول لو انا طلبت منكم مثلا ان انا عايز اجيب، يعني هنكتب مثلا شوية ارقام ممكن حد يكتب لي كل الارقام الانسر بتاعت الارقام دي، قلت لكم خدوا كل رقم مدرس 5 في الشات مثلا، او يفتح المايك ويتكلم معايا. فهي بتدي من زيرو كمان. اتفضلي. تمام اتفضلي. الزيرو مدرس، المفروض تروح نقول مش هينفع، الزيرو مدرس 5 وهينفع عادي. مش زيرو زيرو. تمام الواحد واحد، الاتنين اتنين برضو، التلاتة تلاتة، الأربعة أربعة، حلو. الخمسة زيرو، الستة واحد، السبعة اتنين، تمانية تلاتة، تسعة أربعة. طيب لو جينا مثلا نكمل لحد 15 مثلا، العشرة زيرو، حلو. الحداشر واحد، اتناشر اتنين، تلاتاشر تلاتة، اربعتاشر اربعة، خمستاشر زيرو. حلو جدا. طيب حد ناقص حاجة؟ اللي هو اقل رقم زيرو اكبر رقم من الاربعة اللي هي نون ناقص واحد. بالظبط، هو ده الرينج بتاع المودلس. بس خلينا اصلا نقول اللي هو فيه باترن، يعني احنا عندي، انا عندي هنا سايكل بتتكون في باترن، يعني اللي هو مثلا انا كل 5 مرات اقصى رينج انا بقدر اوصل له، اقصى باقي اسم بقدر اوصل له هو الاربعه، واقل واحد بيكون زيرو. فالرينج عندي من زيرو مثلا لحد، لو افترضنا مثلا 5 دي اكس، فهيكون لحد اكس ماينس 1، ده الرينج بتاعي. طيب هنا في باترن، هنا في باترن يتكرر. طيب ده ليه حصل؟ لان انا ده الرينج بتاعي. يعني لو احنا مثلا، لو انتوا جيتوا جربتوا شويه ارقام مثلا كتبتوها وقسمتوها على 3 مثلا، مودلس 3، هتلاقوا ان في باترن بتتكرر وان عمرها ما هتعدي 3. والباترن ده بيتكرر كل 5 مرات، يعني هتلاقي مثلا 0 بعد كده 1 بعد كده 2 3 4 بعد كده راجع تاني 0 1 و2 3 4. فدي برضو من خصائص المودلس، ودي اسمها سايكل. طيب خلينا نتكلم كده عن السايكل شويه. لو انا مثلا عندي، خلينا مثلا نعمل ساعة مثلا 12، 1 2 3، لو انا مثلا جيت قلت ان في قطر مثلا هيتحرك الساعة 11 وهيوصل كمان 3 ساعات، فمثلا هنقول 11 زائد 3 ده هيساوي كام؟ 14. بس احنا دلوقتي شغالين بال 12 اور فورمات يعني، ف بنقول اللي هو هيطلع 2 لو هدنا 12 واحد لو 2. طيب ده ليه حصل؟ هو استغلوا هنا نفس فكره السايكل دي. يعني انت مثلا كل يوم ممكن تعمل موديل ارثماتيك وانت مش عارف لما تبص على الساعه مثلا. ف اللي حصل مثلا ان هنا هو عمل ايه؟ خد مثلا 11 زائد 3، هو جمع عليها 3 فده 14، بس انا شغال بال 12 اور فورمات، فراح جاي عامل مودلس ال 12 لان انا عندي 12 ساعه، فهو بيعمل سايكل، فانا عارف ان السايكل دي هتتكرر كل 12 مره، فهعمل مودلس ال 12 فهتطلع الساعه 2. هل الجزء ده واضح او حد عنده سؤال في الجزء ده؟ ممكن يريز هاند عادي. طيب زي الفل. فهنا
في جزء السايكلز. طب ده انا مثلا بحتاجه في ايه؟ طبعا ده مهم طبعا في مسائل كتيره. مثلا في مسائل احيانا بيقول لك لو مثلا عندك سترينج مثلا، واحنا عارفين مثلا ان الكاركترز في الانجليش 26 حرف، وبيقول لك مثلا انت كل مره هتغير لي كاركترز هنا، كل مره هتجرب مثلا من ال زد، فانت مثلا محتاج تعمل سايكل او تقول ان في سايكل. يعني مثلا لو انا جيت عند 26 وجيت 27، فهنا مثلا مفيش حرف بعد زد اسمه 27، فلازم بقسم عمود راس 6 على عمود 26، لان انا عارف ان في 26 كاركتر، فبرجع تاني للايه اللي هي بواحد. طيب لو انا مثلا جيت قلت لكم ان النهارده مثلا، ان مثلا ايام الاسبوع كام؟ 7 مثلا. فمثلا جيت قلت لكم النهارده 3، تمام؟ كمان مثلا لو جيت قلت لكم انا عايز اليوم كمان 40 يوم، حد ممكن يجاوب مثلا؟ كمان 40 يوم مثلا، يوم ده هيكون يوم ايه؟ شباب طيب خلينا نقول لو انا مثلا افترضت ان التلات ده هو اليوم الرابع في الاسبوع، تمام؟ فانا كده عندي السبت، التلات ده اليوم الرابع في الاسبوع، حلو جدا. وانا كمان، طيب اتفضلي يا ريم. هيبقى ايه يا محمد؟ هيكون يوم حد، مظبوط، نايس. فمثلا لو انا التلات ده هيكون اليوم الرابع في الاسبوع، وجيت انا قلت لكم كمان 40 يوم، انا عايز اعرف في اليوم ده هيكون يوم ايه. فانا هجمع 40 وهاخد مودلس الايام اللي هو السبعة، هيطلع لي 2. مثلا لو احنا بادئين مثلا السبت ده يوم واحد، فالاثنين ده هيكون يوم الاحد. فده بكل بساطة فكرة السايكل يعني، ودي بروبرتيز في الموديل الارثماتيك. عندي حاجة تانية برضو في الموديل الارثماتيك، ان انا مثلا لو جيت قلت ان السالب 6، او خلينا ما نتكلمش على الجزء ده دلوقتي، خلينا نتكلم ان مثلا عندنا مثلا A زائد B مثلا مدرس C، دي انا ممكن اعبر عنها بايه؟ لو انا مثلا عندي مسألة، او المسألة دي انا عارف مثلا ان ال A دي اصلا ممكن توصل ل 1 E 18، وال B دي 1 E 18، او مثلا 4 1 E او 4، فجمعهم وش هيديني اوفر فلو، يعني هيجيب لي نيجاتيف نمبرز. ف ازاي المودولس بيقدر يهندل الحته الاوفر فلو دي؟ في احيانا مثلا مسائل انتوا بتلاحظوا فيها بيقول لك خد بالك الاوتبوت ممكن يبقى كبير، فخد مودولس ال 1 اي 7 1 اي 9 زائد 7، صح؟ اكيد شفت الموضوع ده. فهو ليه، هو ليه بيتفق معاك على كده؟ لان هو عارف ان هو مش عايز الرينج بتاع الصم ده يطلع عن 1 اي 9، وفي نفس الوقت الريزلت اللي انت هتطلعها دي هو هيكون متفق معاك عليها، لان هو مديك مودولس تقسم عليه. فمثلا خلينا طيب نقول الصم مثلا طلع 1 اي 18 او 1 اي 9، فانا هاخد 1 اي 18 مثلا، فانا هاخد المودولس بتاعه 1 اي 9 زائد 7، فوش انا عارف، خليني اكتبه بشكل احسن معلش، مثلا 1 اي 18 زائد المودولس 1 اي 9 زائد 7، حلو. فانا عارف ان المودولس اخري هيكون الرينج بتاعي من 0 لحد المودولس مثلا اللي هو مود، هيكون لحد مود ماينس 1. فهو بيتفق معاك ان انت تقسم على المودولس ده عشان ما يطلعلكش اوفر فلو، ما يجيلكش مثلا نيفر نيجاتيف نمبرز او كده. فهو بيكون متفق معاك على كده، هو بيكون مصمم المساله ان الارقام بتاعتها تطلع كده. طيب انا هنا مثلا وانا بجمع، خلينا كده نكبر، انا هنا وانا بجمع انا ممكن وانا بجمع اصلا ده يجيب لي اوفر فلو. طيب هنا هو قال لك تعمل ايه؟ دي خاصية في الموديل الارثماتيك يعني، قال لك انا هعمل ايه مود سي،
هفتح قوس، في عندي هنا قوس كبير زائد البي مود سي، قوس كبير الكل مود سي، ده هيديني نفس الريزلت بتاع دي. بس الفكرة اللي انا ممكن اكون ال A وال B مثلا وانا بجمعهم اصلا يجيب لي اوفر فلو، فبدل ما انا وانا بدل ما انا بجمع وشاكك ان في اوفر فلو مثلا ممكن يحصل لي، لا انا هاخد المودلز قبل ما اجمع، وهاخد المودلز بتاع ايه، هاخد المودلز بتاع ايه قبل ما اجمع، هاخد المودلز بتاع بي قبل ما اجمع واجمعهم على بعض واخد مودلز سي. فدي خاصية لو انا عايز اعبر عنها يعني، فممكن اقول A مودلز B، هقول مثلا A زائد B مودرس سي هتساوي A مودرس سي زائد B مودرس سي الكل مودرس سي. فدي حاجة برضو مهمة. طيب الضرب طبعا نفس الكلام، الضرب لو مثلا عندي FV مثلا والكل مودرس سي، انا انتوا عرفتوا طبعا ليه باخد مودرس سي، لان هو ساعات مثلا بيكون متفق معايا ان الارقام تطلع كبيرة فلازم اخد مودرس هو مديهولي. ولو قال لكم مثلا 1E9 زائد 7 اعمل زي بالظبط، ما تجاوبش مثلا تقول 1E9 زائد 8 او حد مثلا يقول 1E9 بس، لا لازم تطلع له الرقم بالظبط لان طبعا الواحد هيفرق هنا. طيب نرجع، لو مثلا اف في مدرس سي فبرضه نفس الكلام، انا هعمل قوس كبير وقوس صغير واقول ايه مدرس سي في ال A ال ال B مدرس سي الكل مدرس سي، فانا هنا ضامن ان عمره ما يحصل لي اوفر فلو. فدي من خواص المدرس، والاتنين دول مهمين جدا. طيب في حاجة احنا ما اتكلمناش عنها مثلا، يعني مثلا هو حد عنده سؤال في الجزء ده ولا تمام؟ كله تمام في الجزء ده؟ طيب لو انا مثلا عندي سالب 8 مثلا مودولس 3، فحاجه زي كده هتهندل ازاي في المودولس؟ فقال لك ان انت هتقعد تزود على سالب 8 دي 3 لحد ما تكون بوزيتيف. فمثلا سالب 8 زائد 3 هتديك سالب 4، سالب 6، هتزود على سالب 3 كمان، لا سالب 5 قصدي، هتزود عليها سالب، هتزود عليها 3 هتديك سالب 1، سالب 2، بعد كده هتزود عليها 3 هتديك 1. فانت كده وصلت ان ال x دي مثلا بقت بوزيتيف. وبعد كده تاخد الريمايندر وتزود عليه 3، يعني لو الرقم نيجاتيف انا هاخد الريمايندر وازود عليه وافضل ازود وافضل ازود عليه وافضل ازود 3 لحد ما يكون الرقم ده بوزيتيف، وبعد كده اخد الريمايندر بتاعه. فانا فضلت ازود لحد 1، وصلت لحد 1، بعد كده هاخد الواحد مودلس 3 ده هيساوي 1 لان انا هطرح 1 هوصله لزيرو. طيب هل دي ليها مثلا حاجه برضو بخصوص الاوفر فلو لو انا مثلا هقعد اطرحه كده؟ اه بس هي زي الجمع بالظبط، بس الفرق في حاجه ان انا هزود الرقم البوزيتيف ده اللي انا هقعد اجمع عليه. فمثلا لو عندي A مودلس C A مودلس B قصدي A ناقص B الكل مدرس C، فهعبر عنها بنفس الطريقة برضو اللي احنا عملناها، هقول A مدرس C ناقص ال B مدرس C بس هنا هزود عليها ال C وهاخد كلهم مدرس. ده بخصوص الطرح. شباب معلش، هي الشاشة كده بالنسبة لكم ظاهرة عشان أنا حاسس إن الخط ده صغير، يعني أنتوا شايفين كويس؟ شايفين كويس الشاشة؟ تمام. فده بخصوص الطرح في المدرسة يعني. فالكلام ده مهم طبعا عشان نتجنب ال overflow في المسائل اللي بتتطلب كده يعني. طيب خلينا مثلا نكتب الحاجات اللي احنا قلنا عليها دي. لو انا مثلا هنا عندي
هي السكرين الزهرة. ثانية تمام. فمثلا هيكون هنا مثلا عندي فانكشن اسمها اد مثلا، ودي بتاخد a و b، وهنا مثلا عندي مودولس يعني e9 زائد 7، فهرتر ال a زائد ال a مودولس c زائد ال b مودولس c الكل مود c، او خلينا خلينا ناخد المود. نفس الكلام مع الضرب برضو. الكل مود ان. والصب. خلينا ناخد اخو احسن. هنا ضرب، وانا هزود المدرس. طيب حد عنده سؤال في الجزء ده قبل ما نروح لأي جزء تاني؟ اتفضل يا ريم. تمام. هي حتة النيجاتيف بس، لو احنا معانا رقم نيجاتيف ومفروض هنفضل نزود عليه الثلاثة مثلا أو المودلس، فحضرتك قلت إن احنا ممكن تطلع أوفر فلو أو يعني تايم ليميت عشان هيبقى كتير، فاديتنا المعادلة إن احنا المفروض هيبقى معانا الـ A والـ B وهنعملها كده. والله أنا أصلا معايا الرقم نفسه يعني من غير A و B، هو بس الـ A، فوقتها ممكن يبقى إيه الحل؟ ما هو انت مش فاهم بالظبط، يعني ايه الكيس تايب بالظبط؟ يعني مثلا يعني المعادلة اللي بتاعت الماينس حلو. المفروض ال A minus B مدرس C احنا بنفككها عادي، لو انا بقى معيش A و B، معايا بس ال negative A، النيجاتيف ايه؟ وقتها ال negative A مثلا معايا رقم واحد مش A و B، لا معايا سالب 8. رقم واحد مثلا ال negative A ومودلس 3، فوقتها سالب 8 وموديلس 3، حلو وقتها احنا المفروض هنفضل نزود 3 لحد ما الرقم يبقى بوزيتيف، صح كده؟ بالظبط. حلو. الفكرة بقى ان حضرتك قلت ممكن تجيب تايم ليميت، يعني الرقم مثلا يبقى كبير او كده. حلو، فوقتها بقى ايه الحل؟ انا دلوقتي معايا سالب 8 بس، فاهمني؟ ماشي. احنا قلنا هنقعد مثلا، لو احنا قلنا ال A مود B مثلا، فاحنا قلنا وال A ده نيجاتيف، فانا قلت هقعد ازود على ال A ده 3 لحد ما يكون هو بوزيتيف. فمثلا لو زودت على السالب 8 3 تمام. هيكون مثلا، خلينا مثلا نكتبها برضو، هيكون سالب 5. بعد كده هزود عليها برضو 3. تمام، أنا فاهمة النقطة دي. حلو. أنا أقصد بقى هل في معادلة مثلا بتجيب اللي هو إن احنا نجيب الرقم على طول من غير ما احنا نعمل فور لوب أو وايل لوب، نبقى نزود لحد ما الرقم يقف؟ هو المعادلة دي بتضمن كده، احنا مش هنزود اصلا، انا بجمع عليها الام في الاخر على طول. تمام، بس هنا أنا عندي الـ A وعندي الـ B، صح؟ حلو. ما هو انا دلوقتي في الاكزامبل اللي فوق ده احنا شفنا بس النيجاتيف ايه. انا مش فاهم بالظبط. ماشي، احنا شفنا النيجاتيف 8 بعدين. وبعدين انا لو جيت مثلا النيجاتيف ايه دي انا لو طبقتها على المعادله بتاعتي دي، وقتها هنعملها ازاي؟ ثانية. طيب لو احنا مثلا جينا خدنا مودولس 3 مثلا، خلينا مثلا نعملها او ندخل مثلا المود. تمام. سالب 8 و3 مظبوط. تمام. ثانية، هو انت قصدك اخد المودلس بتاع ال اقسم، يعني اقسم السالب 8 على 3 على طول؟
بالظبط. يعني احنا حاليا عندنا المفروض A و B ده رقمين، احنا المفروض بنتعامل معاهم وبنجيب الماينس بتاعهم، بنجيب الماينس بتاعهم وبعد كده نجيب المودولس بتاعهم. حلو. طب ممكن بكل بساطة مثلا لو انا بقسم على مودلس 3 سالب مثلا سالب 8 و3، ممكن اعمل 3 في 3 على طول هيديني 9. فمثلا 9 هيكون هقول سالب 8 زائد التسعة دي هتديني 1، وبعد كده هاخد 1 مودلس 3. ده قصدك؟ تمام، ده بس كان قصدي كده. تمام، هيطلع 1 بس. تمام، حد عنده سؤال تاني؟ تمام، اتفضل يا باشمهندسة. هو انا حاسه ان انا مش فاهمه يعني ال A وال B دول هما ايه؟ مش احنا بيبقى معانا رقمين بس اللي هو مثلا التلاتة والسالب تمانية، ال A وال B دول مش فاهمه. حلو، احنا قلنا مثلا ان في مسائل انا عارف ان ال A وال B دول ممكن جمعهم يجيب اوفر فلو، مظبوط؟ ايوه تمام. فال judge او اللي عامل البروبلم ده بيتفق معايا ان بيقول لي بيحذرني يعني ان ال A وال B دول هيكونوا كبار، فانت بتجمع ممكن يجيلك اوفر فلو. فبيتفق معايا على رقم اللي هو ال 1E9 مثلا زائد 7 اللي هو اكتر رقم مشهور باخد عليه المودلز، ان هو لو انا مثلا ده هيجيب اوفر فلو، لو مثلا جمع ال A وال B هيجيب اوفر فلو، فهو بيتفق معايا على الرقم ده، بحيث ان انا اقسم له ال A على الرقم ده اجيب مودلس الرقم ده وال B مودلس الرقم ده واخد كلهم مودلس، فانا ضامن ان الرقم اللي هيطلع لي هيكون اقل من 1E9 زائد 7. ايوه، دي في حالة ان هو عطيه رقمين وعايز في الاخر المودلز بتاع جمعهم، صح؟ اه، لو انا بجمع رقمين او بضرب رقمين، مظبوط. طب الحتة اللي كنا بتشرح فيها مع ريم اللي هي سالب 8 بلس 9 دي، لو انا يعني في معادلة، يعني التسعة دي انا جبتها من دماغي عشان عارفة ان التسعة اقرب حاجة للتمانية فهتديني رقم موجب. لا انا ما جبتهاش من دماغي، في انا ضربت 3 في 3. ما نضرب 3 في 3 بناء على ايه؟ ان انا اللي هضرب 3 في 3 اللي انا السي بضربها في 3 عشان اوصل للتسعة، فهيكون رقم اكبر من الايه، هجمع عليها يعني انا قصدي، هيجيب لي رقم بوزيتيف. ايوه انا قصدي كده. تمام، يعني مثلا لو كان رقم اكبر ممكن نضرب في الاربعه بعديها اللي بعديها على طول. مش فاهم بالظبط يعني، ممكن تجيب لي ارقام؟ يعني لا مش عارفه اجيب ارقام، بس قصدي ان احنا ممكن مش كل مره اكيد هنضرب في ثلاثه، ده قصدي يعني. ايوه بالظبط، انا بضرب في السي يعني عايز اوصل للنهايه تكون بوزيتيف على طول. هو عموما الكومبايلر بيهندلها اصلا، بس انا بوضح لك هو ازاي بيقبل نيجاتيف على ازاي بيقبل المودلس على النيجاتيف يعني. طيب تمام. اتفضل يا يوسف. باشمهندس، هو احنا مش ممكن نعملها مثلا في خطوة واحدة ان احنا مثلا نجمع الثمانية على الثلاثة على طول؟ لا، ما هي سالب 8 على 3 هتجمعها هتبقى كام؟ لا مش ما ناخدهاش كسالب يعني. مش فاهم قصدك. ما هو انا لو جمعت، يعني هو دلوقتي انا بزود ثلاثة، فلو جمعت الثمانية اللي هي بالسالب هاخد رقم السالب احطه موجب عادي، فاجمعه 8 فهيبقى 8 هوصل للصفر، هيبقى من الصفر للتلاتة بس. لا، ما انت المفروض تزود التلاتة بس لحد ما توصل لرقم بوزيتيف، ما انت مش هتوصل لصفر على طول، انت لازم تزود، لازم تمشيها كده، فاهم؟ مش هتجمع الرقم النيجاتيف ده الطيارة على طول يعني. انا بزود لحد ما اوصل للرقم، بص يعني بزود مثلا البي عندي لحد ما اوصل يعني لرقم اكبر من زيرو او زيرو. بالظبط، انت بتوصل لرقم بوزيتيف. وضحت بالنسبه لك ولا يعني وضحت بجد بالنسبه لك؟ تمام. طيب، حد عنده سؤال تاني في النقطه دي؟ زي الفل. طيب، تاني جزء عندنا في السيشن هنتكلم عن حاجة اسمها الجي سي دي، ودي اختصار لحاجة اسمها Greatest Common Divisor، أو الناس بتاعت البريتش بيسميها اتش سي اف اللي هي Highest Common Factor يعني. فانت ممكن تلاقي المصطلح ده في مسألة مثلا، بس هو الجي سي دي يعني. طيب، ايه هو الجي سي دي؟ هو من اسمه يعني، فهو مثلا لو انا مثلا عندي 40 مثلا
و35 او 30 مثلا و45. فالجي سي دي بيقول ايه اكبر رقم ممكن يقبل القسم على الاتنين دول. فمثلا لو انا عندي جي سي دي، خلينا مثلا نجرب ارقام صغيرة مثلا اول. لو انا مثلا عندي جي سي دي 2 و4، فايه ايه اكبر رقم بيخلي الاتنين دول يقبلوا القسم على بعض؟ 2، مظبوط. طيب لو انا مثلا عندي الجي سي دي بتاع 4 و4، مظبوط، هيطلع ب4. طيب لو انا عندي مثلا الجي سي دي بتاع 30 و45 و45 مثلا، هيطلع بكام؟ ب15. فبكل بساطة الجي سي دي هو مسؤول اللي هو يجيب اكبر رقم يخلي ال A وال B يتقبل القسم عليهم، اكبر رقم مشترك ما بينهم الاتنين بيقبلوا القسم عليه. طيب ده اصلا ازاي بيحصل يعني؟ يعني ايه الماس اللي وراه؟ لو جينا مثلا خدنا، انا عايز بس ازوم كده، تمام. لو جينا مثلا خدنا ال 30 مثلا دي فكناها عشان نفهم، جبنا البرايم فاكتوريزيشن بتاعها عشان نفهم، فهيكون مثلا 2 في 3 في 5، وال45 هتكون 3 في 3 في 5 اعتقد. 3 في 3 في 5 لان 3 في 3 في 9 و9 في 5 و40 ب 45. طيب حد مثلا ملاحظ هو ليه طلع 15؟ من البرايم فاكتوريزيشن كده مثلا. بالظبط، لان انا عندي فوق، لان الارقام مثلا اللي بتكون 30 هي 2 في 3 في 5، والارقام اللي بتكون 45 هي 3 في 3 في 5. فايه اقل، ايه الفاكتور اللي مشترك ما بينهم هما الاثنين؟ لان مثلا لو في فاكتور هنا وفي فاكتور هنا، ف لو انا مثلا عندي فاكتور هنا 3 وهنا 3، فال3 دي اكيد، ال30 دي اكيد بتقبل اسمها 3، وال45 اكيد بتقبل برضو اسمها 3، او مش اكيد بتقبل اسمها 3، لان ممكن يكون ضربها حاجه ثانيه بتقبل هي اسمها 3. بس انا عارف ان ال30 دي هتقبل اسمها 3 دي، وهتقبل اسمها 3 دي، تمام. وال45 برضه هتقبل اسمها 3، هتكون 15. طيب لو انا مثلا، انا هنا عايز احسب ايه ال greatest common divisor. فانا عايز اكبر رقم يقسم الاتنين دول، فايه هي القيم المشتركه ما بينهم؟ هي ال15 اللي هي 3 في 5. فالجي سي دي بتاعت 30 و45 بيطلع ب 15. فدي القيم المشتركه ما بينهم، ده القيم المشتركه ما بينهم في البرايم فاكتوريزيشن. طيب لو انا جيت مثلا عايز احسب الجي سي دي بحل مثلا نايف خالص، يعني اللي هو مش اوبتمايزد، يعني ممكن مثلا حد يقول لي في، لو عنده فكرة، لو انا عايز اجيب اكبر رقم بيقبل اسم على الاتنين دول، حد مثلا يريز هاند ويقول تمام. اتفضلي. ممكن نجيب ال prime factors لده وده ونشوف المشترك بينهم. حلو. طب كومبلكسي مثلا حاجة زي كده دي ممكن تكون كام؟ ال prime factor big O of n و big O of n للتانية برضه، بس مش هتحسب لأن احنا هنعملها لوحدها، هو ولما نيجي نشوف المشترك هتبقى big O of n تربيع. تمام. هو البرايم فاكتوريزيشن احنا كنا خدنا اوبتمايزيشن اللي هو ممكن يجيبه في السكوير روت بتاع ال n نفسه، صح؟ أيوة الـ I for I. بالظبط. فهنا هعمل سكوير روت n زائد سكوير روت n، فهيكون برضو big O في سكوير روت n، وكمان عشان اطلع الارقام المشتركه ما بينهم فده ممكن ياخد O of n، فهيكون O of n زائد سكوير روت n. طيب اكيد في طريقه احسن من كده اقدر احسب بيها الجي سي دي. فكان في عالم اسمه اوكليديان يعني، بس هو غالبا مش هو اللي عامل اصلا السير دي يعني، لما جيت اقرا هو واحد تاني بس هي موجوده في كتابه. هو عامل حاجه اسمها اوكليديان الجوريزم، اعتقد بتتكتب كده، تمام. طيب هو اعتبر حاجه، خلينا مثلا ناخد الاول كده
اللو كده بس على جنب، ان هو مثلا لو انا قلت الجي سي دي بتاع الخمسة والزيرو مثلا، ده هيكون كام؟ لا هيكون خمسة، لأن الخمسة بتبقى الاسم على الخمسة، وهتبقى الاسم على زيرو. فدي حاجة مهمة، يعني مثلا لو عندي جي سي دي بتاع ايه وزيرو مثلا، فالجي سي دي هيكون ايه على طول. تمام. طيب هو كيرو قال لوب، احنا ممكن نعمله لوب، هتاخد او اف ان وبعض ماكسمايز الديفايزرز اللي هما قبل الاسم عليهم هما الاثنين بس. اكليدين يعني اقترح حاجة احسن من كده بكتير. هو قال لنا ان الجي سي دي بتاع ال A، لو مثلا عندي رقمين، قال لنا الجي سي دي بتاع ال A وال B ده هيساوي الجي سي دي بتاع ال B وال B ناقص ال A. وليها ترم تاني برضو، ان الجي سي دي بتاع ال A و B هيساوي B و B مودلس ال A، والمودلس هو هو ال subtraction، وهنعرف ليه. طيب خلينا مثلا، انا زي ما قلت مثلا بحب استنتج الحاجه كده واجرب بالارقام عشان تثبت في دماغي بشكل انتويتيف يعني. فهو لو انا مثلا جيت اقول مثلا ان الجي سي دي بتاع ال 20 مثلا وال 15، فهو قال لنا انت هتاخد الرقم الصغير وتطرحه من الكبير لحد ما الرقم فيهم يكون يوصل لزيرو. فلو انا مثلا عندي هنا 20 و15، فايه الرقم الصغير؟ 15، هطرحه من الكبير فاقول 20 ناقص 15 هيساوي 5، فهيكون عندي 15. طيب بعد كده هيكون ايه هو الرقم الصغير؟ الخمسة. هاخد الخمسة هطرحها من الـ 15، ثانية، هاخد الخمسة اطرحها من الـ 15، فهتكون هنا 10 و5. طيب ايه تاني هو الرقم الصغير؟ هي الخمسة برضه، فهطرح الخمسة ناقص 10 هتديني 5 و5. طيب ايه هي الرقم الصغير؟ الاتنين بيساوي بعض، فهاخد أي واحد فيهم اطرحه من التاني هيكون 5 مثلا وزيرو. انا طرحت 5 ناقص 5 هنا فزيرو، فمثلا انا وصلت ان البي دي بقى بزيرو. فالجي سي دي بتاع فالجي سي دي بتاعهم بتاع ال 20 وال5 ده هيكون 5. فهي دي الثيري بتاعته، يعني هو قال لنا تطرح رقم صغير من رقم كبير، فده اللي هو عمله بالظبط. حد مش فاهم الجزء ده؟ تمام جدا. طيب خلينا كده مثلا نرجع، لو مثلا جينا نجرب مثلا الجي سي دي بتاع الـ 8 مثلا، خلينا مثلا نقول 16 و8، ف هناخد مثلا الرقم الكبير وهناخد الرقم الصغير ونطرحه من الرقم الكبير، فهيكون 8 ناقص 16 هيساوي 8، وهنا كان معاه 8، هاخد اي رقم فيهم اطرحه من التاني هيكون 0 و8. فانا وصلت ان الاي بقى بزيرو، فالجي سي دي بتاعهم هما الاثنين هيكونوا 8، وفعلا ده اكبر فاكتور ليهم هما الاثنين، وال 16 والتمانية بيقبلوا اسم عليه. فده بكل بساطة اللي قاله اكليدين يعني. طيب كومبلكس الكلام ده مثلا ممكن يكون كام؟ حد عنده فكرة؟ انا خدت بالظبط 3 ستيبس عشان احسب الجي سي دي بتاع 16 و8. وألوج الرقم الكبير، ايه الألوج الرقم الكبير. بالظبط، هو هيكون لوج الرقم الكبير فعلا، لان انا بقعد اطرح الرقم الصغير لحد ما الرقم الكبير ده يكون بزيرو، فده كأنه ده اللوج اصلا، ده اللوج. تمام. طيب حاجة زي كده مثلا احنا ممكن نعمل لها امبلمنت زي بالكود، او خلينا برضو نوضح ان هو ليه اصلا، زي ما احنا قلنا ان الجي سي دي بتاع الاي والبي بيساوي الجي سي دي بتاع البي والاي والبي مود اي والاي مود بي اصلا. لو انتوا فاكرين
او ناقص. تمام، احنا اتفقنا او ناقص بي ناقص ايه. لو انتوا فاكرين احنا قلنا المودولوس في الماثيماتيكال تيرم بيتعبر عنه ازاي، مثلا عندي اكس واي، احنا قلنا كوشنت في واي زائد الريمايندر او الام بتساوي اكس. فلو عايز اجيب الريمايندر اللي هو الطرح او باقي القسم، فهيكون اكس ناقص الكوشنت في واي، فهو طرح يعني انا يعتبر بطرح بالظبط. دي فكرة ازاي بجيب باقي القسم او الريمايندر يعني. فهو ده طرح، فعشان كده هي بتساوي الجي سي دي البي والبي ناقص الاي، او الرقم اللي هو الرقم الكبير او الرقم الصغير ناقص الرقم الكبير. فانا ممكن استخدم المودولس احسن من الطرح، وحاجه زي كده ممكن نعملها امبلمنت بشكل ريكيرسيف ببساطه يعني، بس احنا هنعمله اتريتيف عشان في ناس ما خدتش ريكيرجن لسه. ف ثانية، فأنا هاخد ال جي سي دي بتاع رقمين، مثلا خلينا نعمل فانكشن اسمها جي سي دي، هاخد ال A مثلا وال B، وخلينا مثلا متفقين ان احنا عندنا ال جي سي دي بتاع ال A وال B ده بيساوي ال جي سي دي بتاع ال B وال A مدرس ال B. وهنقف لما حد فيهم يكون بزيرو، صح؟ او ال B هيكون بزيرو يعني، فهنقول مثلا stopping when b بيساوي 0. فانا هقعد اعمل while ان ال b لا تساوي 0، اول حاجة احنا قلنا هنخلي ال a دي هتساوي ال b، صح؟ فهقول ان ال a هتساوي ال b. طيب، وانا دلوقتي محتاج اعمل ايه؟ محتاج اخد ال b دي تساوي ال A مدرس ال B، صح؟ فهعمل ال B مدرس ال A، ال B هتساوي ال A مدرس ال B. بس أنا هنا عندي قيمة ال A دي هتتغير وأنا بساويها بال B، فممكن هنا مثلا أعمل variable تاني أسميه T مثلا أو A2، هيكون هيساوي A. وهنا هعمل ال B هتساوي ال A2 مدرس ال B بس، و هرترن ال A. ده الكود بتاع الجي سي دي، وهو بسيط جدا ما فيهوش اختراع. والتايم كومبلكس بتاع الكود ده هو لوج ماكس اي وفي، يعني الماكس ما بينهم هو ده الجي سي دي بتاعه، هو ده التايم بتاعه يعني. فمثلا هنا لو عندي مثلا، خلينا مثلا ناخد رقمين ونقول سي اوت الجي سي دي بتاع الاي والبي مثلا، فهنا مثلا نقول مثلا 20 و15 هيديني خمس ايه، لا ده غلط، 20 و15 المفروض يطلع بخمسة سي ان اي بي. حد بعت حاجة؟ تمام. انت ممكن انت حفظت الايه بعد ما غيرت الكلمه؟ اه صح، مظبوط. هيطلع بخمسة، مظبوط. ومثلا عندنا 4 مثلا واتنين، هيطلع باتنين. وهنا مثلا 8 و4، هيطلع 4. طيب، حد عنده سؤال في الجزء ده؟ الشباب زي الفل. طيب، ده بكل بساطة الجي سي دي. طبعا هو عليه مسائل كتيرة يعني. حد عنده سؤال قبل ما نخش على الجزء اللي بعدها؟ ماشي، ثانية هشرب مية.
طيب تاني حاجة عندنا في السيشن بتاعت النهاردة، أو تالت حاجة بقى يعني، هي حاجة اسمها ال LCM. ال LCM دي اسمها Lowest Common Multiple، وهو أقل رقم، أو ممكن نقول عنه اللي هو أقل رقم بيقبل القسمة على ال A وال B. يعني هو رقم عايز أجيبه، أقل رقم بيبقى القسمة على ال A و B. يعني مثلا هنا مثلا لو عندي ال LCM بتاع 3 و8، فهو هيكون كام؟ ايه أصغر رقم بيبقى القسمة على 3 و8؟ لأ، الرقم نفسه بيقبل القسمة عليهم، فهيكون 24، لأن ده أصغر رقم بيبقى القسمة على 8، وأصغر رقم بيبقى القسمة على 4. طيب لو انا مثلا جيت اقول، خلينا بس نكتب اسمه، لو انا مثلا جيت اقول لو انا مثلا عندي ال LCM بتاع الستة والتمنتاشر، فهنا ايه اصغر رقم بيبقى القسمة على 6 وال18؟ حد ممكن يقول؟ بالظبط هو ال18. طيب طيب لو هو مثلا، يعني ازاي الكلام ده مثلا بيشتغل؟ ف كالعادة احنا هنحلل الرقم للبراين فاكتورز بتوعه، او الارقام اللي بتكونه، ونفهم ازاي الكلام ده بيحصل. يعني ليه ده الاصغر مالتيبل بيبقى القسمة على الاتنين دول يعني. طيب لو هنا مثلا عندي خلينا مثلا ناخد الستة وال18، الستة مثلا البراين فاكتورز بتوعها هما 2 في 3، وال18 البراين فاكتورز بتوعها هما 2 في 3 في 3 مثلا، لأن التلاتة في تلاتة تسعة، والاتنين فيها التمنتاشر. طيب واحنا قلنا اللي هو ال LCM بتاع الستة والتمنتاشر هيساوي 18. طيب بالمنطق كده، يعني لو أنا مثلا عندي رقم 2 أس 3، فالطبيعي يعني الرقم ده مثلا لو هو فيه 2 أس 3، فهو هيبقى القسمة على كام؟ 2 أس 2، وبرضه هيبقى القسمة على 2 أس 1. فهنا ده الجزء اللي هو مثلا لو أنا عندي رقم هنا، لو هنا مثلا عندي اتنين اتنين اه مثلا هنا عندي كام؟ 3 باور 2، وعايز وهنا عندي 3 باور 1، فطبيعي إن 3 باور 1 دي هتبقى القسمة، 3 باور 2 هتبقى القسمة 3 باور 1. فهنا هو عمل إيه؟ احنا مثلا في الجي سي دي احنا قلنا، لو لما جينا حللنا البرايم فاكتورز، احنا لقينا اللي احنا هناخد الاقل تكرار، يعني عشان انا عايز اجيب الجريتست كومن ديفايزرز اللي بيقسم الاثنين. فهنا انا عايز اجيب اكبر رقم بيقبل القسمه على الاثنين. فانا عارف ان اللي مثلا لو 3 اس 2 دي قبلت القسمه، لو انا مثلا عندي 3 اس 2 وعندي مثلا الستة دي فيها 3 اس 2 واحده بس، وال 18 دي فيها 3 اس 2، فانا عارف ان 3 اس 2 دي هتبقى القسمه على 3 اس 1. فانا مثلا هنا عندي 3 وهنا عندي 3، فانا عارف ان 3 دي هتبقى القسمه على 3 دي. طب هنا مثلا عندي 3 اس 3 وهنا في 3 بس، فانا عارف 3 اس 3 دي هتبقى القسمه على 3 دي. فال اس ام احنا بنحسبه اللي احنا هناخد اكتر رقم موجود بتكرر في الاثنين. فهنا مثلا احنا قلنا ان البرايم فاكتورز بتوع 6 هم 2 في 3، وال 18 هي 2 في 3 في 3. فلو جيت مثلا عملنا ال اس ام بتاع ال 6 وال 8، او خلينا مثلا نشيل دي كده دلوقتي، هيطلع اكتر رقم متكرر ما بين 6 وال18 ايه؟ فهيكون الاثنين عندي موجوده فوق، تحت وفوق، صح؟ طيب الاثنين متكرر كام مره؟ اكبر رقم اتكررت فيه الاثنين هو الواحد، فهاخدها معايا. طيب الثلاثه اتكررت كام مره؟ اتكررت كام مره فوق وتحت؟ اتكررت مرتين. اكتر رقم اتكررت فيه الثلاثه كان اثنين، هقول 3 في 3، ده هيدينا 18.
حد الجزء ده مش فاهمه؟ يقول عادي وما عنديش مشكلة عيد. تمام. ممكن تاني معلش. اه اكيد. خلينا مثلا من الاول خالص، احنا قلنا ايه هو ال LCM؟ هو اكبر رقم، اصغر رقم بيبقى الاسم على الاتنين دول، فالستة مثلا والتمنتاشر. فاحنا جينا فككنا الستة للبرايم فاكتورز بتاعها اللي هي اتنين في تلاتة صح، والتمنتاشر اللي هي اتنين في تلاتة في تلاتة. طيب احنا قلنا اللي احنا في ال LCM هناخد اكتر اكبر رقم، او اكتر رقم متكرر في الاتنين واكتر رقم موجود في الاتنين. لو انا مثلا هنا هنا مثلا في التمنتاشر انا عندي التلاتة اتكررت كم مرة؟ مرتين صح، اللي هي مرتين تلاتة باور تو صح. طب وهنا اتكررت كم مرة؟ مرة واحدة بس. مرة واحدة فانا هنا ضامن ان انا لو قسمت التلاتة باور تو دي على ده هيبقى الاسم صح. تمام. فده اللي انا بعمله بالظبط، انا محتاج اجيب اصغر رقم بيبقى الاسم على الاتنين، فعشان ده يبقى الاسم اصلا انا لازم اخد كل الترتيب بتوع دول عشان يبقى الاسم عليهم. فهنا هقول ان اكتر رقم متكرر هو التلاتة في تلاتة، واكتر رقم متكرر هنا هو الاتنين، الاتنين متكررة مرة واحدة بس فهضرب في اتنين بس. طب هل ينفع، مثلا ان انا لو انا مثلا التمنتاشر دي عندي وقلنا ان انا هاخد تلاتة واحدة بس، هل ده ينفع؟ هل كده التمنتاشر هتبقى الاسم عليها؟ لان هنا في فاكتور لسه ما راحش، فهي ما قبلتش الاسم. فالحته دي واضحه، فعشان كده انا باخد اكتر اكبر فاكتور متكرر موجود في الاتنين. وضحت ولا لا؟ انا كنت بقول تمام بس المايك مقفول. تمام واضح. تمام. طيب خلينا مثلا ناخد اكزامبل تاني بس ممكن نخليه كبير شويه. مثلا لو انا مثلا عندي ال A مثلا بتساوي 2 في 2 مثلا، في 3 في 3 مثلا، في 5 في 7 مثلا، ده برايم فاكتور بتاع رقم تقريبا. وال B مثلا هتساوي 2 في 3 في 5 في 5 في 7 مثلا، في 7. طيب حد كده مثلا يقول لي ال LCM بتاعهم كام؟ او خلينا مثلا نقول ان مثلا نجيب ال AFV مثلا كده لوحدها هنا، وانا ممكن اسلكت ده كده، انا عايز ده كله مش مشكلة، هكتبهم تاني. 2 في 2 انا بضرب ال A في ال B، بضرب الفاكتورز بتاعهم، انا 2 في 3 في 5 في 7 في 7 مثلا. طيب ده كده ال A في ال B. حلو. واحنا قلنا احنا عايزين نجيب اللوست كومن فاكتور او ديفايزر بحيث يبقى الاسم على الاتنين دول. طيب انا لازم اعمل حساب الرقم الكبير زي مثلا ما قلنا في مثال الستة والتمنتاشر، احنا قلنا هناخد اكتر فاكتور متكرر موجود في الاتنين عشان الرقم التاني ده يبقى الاسم. فلو انا مثلا جيت هنا خدت ال LCM بتاع ال A وال B، فالاتنين مثلا هي مكررة كام مرة؟ ايه اكتر، هي موجودة هنا موجودة في ال B مظبوط. طب ايه اكتر مرة هي موجودة فيها، يعني مكررة كام مرة الاتنين؟ اكتر تكرار ليها كام؟ اتنين، اتنين في اتنين، فاخدها معايا اثنين بالظبط عشان اكون ضامن ان الرقم ده هيتقسم. طيب لو انا مثلا التلاتة اكتر رقم هي متكررة فيها كام؟ مرتين برضه، فهقول في تلاتة اثنين في تلاتة بالظبط. طيب الخمسة هتكون خمسة في خمسة مرتين بالظبط، والسبعة هتكون سبعة في سبعة. سبعة. طيب لو انا كده مثلا جيت اقول ان ال، خلينا مثلا نطير كده الارقام اللي هنا مثلا، اللي مثلا اللي موجوده في الاي وفي البي. لو انا خدت دول، فانا خدت، اتنين، فهطير دي وهطير دي، هو هنا اه تمام، وخدت تلاتين برضو فهطيرهم، وخدت خمستين،
وخدت برضو 70. فلو جينا مثلا نكتب الباقي مثلا نسميها ريزلت مثلا، اللي انا الناتج اللي انا خدته من ال LCM وحاصل ضرب اللي هو اللي انا خدته من ال A في ال B، من ال prime factors بتاعت ال A في ال prime factors بتاعت ال B، فهيتبقى 2 في 3 في 5 في 7. طيب هو ده مش بتشبهه عليه مثلا؟ يعني هل ده بتشبهه عليه؟ ده هيكون ال GCD، ده هيكون هو ال GCD. طيب ده ليه حصل مثلا؟ خلينا مثلا نقول خلينا مثلا نجرب على رقم اصغر شويه. لو انا مثلا جيت اقول ان ال GCD بتاع الستة والتمنتاشر، طيب حد كده ممكن يقول ال GCD بتاعهم بكام؟ مظبوط، هيكون بستة. طيب خلينا كده نعرف هو ليه بستة، يعني زي ما احنا فاكرين لما احنا قلنا 2 في 3 وال18 هتساوي 2 في 3 في 3. في ال GCD احنا في ال SM اتفقنا ان احنا هناخد اكتر تكرار في ال 2 برايم فاكتورز بتوعهم، صح؟ بس انا في ال GCD هاخد الاقل تكرار، فهنا الاثنين عشان انا عايز اجيب ال common divisors اللي هو اللي بيبقى القسمة على الاثنين هو اكبر واحد، فلازم اعمل حساب اصغر رقم ان هو هيتقبل اصلا، هيبقى القسمة عليه. فهنا هقول ان هون ان هنا هقول هنا ان الاثنين اتكررت مره واحده، فهقول اثنين، وهنا تلاته اقل رقم اتكررت فيه كام؟ اتكررت مره واحده بس، فهاخد تلاته مره واحده بس، هقول اثنين في تلاته هيساوي سته، فده الجي سي دي. طيب لو انا عايز اجيب احسب ال ال سي ام بالطريقه اللي احنا قلناها دي، انا ممكن اعمل ايه؟ بكل بساطه انا هعمل، فمن هنا يعني جه قانون ال ال سي ام اللي هو هيساوي ال اف بي على جي سي دي ال A و B. فال اف بي هيكون فيها كل البرايم فاكتورز، وال جي سي دي هيطير لي كل اللي هي اقل برايم فاكتورز تكرار، ده الجي سي دي. فاللي هيتبقى لي هما اللي اكتر ارقام متكرره في الـ في الـ في ال 2 برايم نمبرز، في ال 2 برايم فاكتورز بتاع الرقمين دول. فده قانون ال LCM. حد مش فاهم الجزء ده عيده تاني عادي. شباب الجزء ده تمام؟ عرفتوا ليه ال LCM بيتحسب اف بي على جي سي دي اف بي اي و بي قصدي؟ زي الفل. فبكل بساطة يعني القانون بتاع ال LCM هيساوي اف بي جي سي دي اي و بي. فتعالى مثلا نكتب حاجة زي كده مثلا، ان انا مثلا هنا عندي هي مثلا نقول هنا LCM فهطبع ال ال FV على GCD AOV. ده بكل بساطة ال LCM. حد عنده سؤال في الجزء ده؟ زي الفل. حد عنده سؤال قبل ما نمسح وقبل ما نخش على حاجة تانية؟ تمام. طيب احنا كده اتكلمنا عن المودلس وعرفنا ايه البروبس بتاعته يعني، وكمان اتكلمنا عن ال GCD وال LCM وفهمنا ال GCD بيتحسب ازاي وال LCM بيتحسب ازاي. طيب احنا هناخد introduction كده بسيط على ال counting اللي احنا خدناها في ال discrete وخدناها برضه في ثانوي في الجبر، اللي هو ال permutations and combinations في اللي هو التبادل والتوفيق يعني. خلينا كده مثلا نتكلم عنه وازاي بنحسبه يعني. طيب
حد كده مثلا فاكر قانون ال NCR، او خلينا مثلا نقول ال NBR مثلا، حطه كده يعني. ال NBR كانت بتساوي ال N factorial على ال N minus R factorial، فاهم؟ دي علامة الفاكتوريال، تمام. طيب وال NCR هتساوي ال N factorial على N ناقص R factorial، وال R factorial في ال R factorial، وهنعرف ليه. طيب لو انا مثلا جيت اقول ان انا عندي خلينا مثلا نقول 3 كور، وقلت لكم مثلا انا عايز اسحب الثلاث كور دول بترتيب، ال ام بي ار مهم عنده ترتيب، لازم يكون ال اوردر بيعني شيء يعني ليه، فلازم يكون في ترتيب. يعني مثلا لو جيت قلت A و B، وقلت دي مثلا بريمتيشن، وقلت B و A، فهنا ال ثانية خلينا مثلا نقول كده بالظبط، فهنا ال A B دي مش بتساوي ال B A، مش بتساوي ال B A عند البريمتيشنز، بس في الكومبينيشنز هما الاتنين حاجة واحدة، يعني مش تفرق معايا A و B أو من B و A طالما الاتنين موجودين، بس في البريمتيشنز بتفرق، تمام. فلو جيت قلت لكم إن أنا عندي تلات كور A و B و C مثلا، وعايز أسحب من الاتنين دول، من التلات كور دول اتنين بس بترتيب، فايه هي البوسيبل بريمتيشنز اللي هتطلع لي مثلا؟ فانا مثلا ممكن اسحب ال A مع ال B، صح، وممكن اسحب ال B مع ال A، ان الترتيب عندي مهم. هو بالنسبه له ال A وال B، وال B وال A دول حاجتين مختلفتين لان دي بريمتيشن، وممكن اسحب ال B مع ال C، وممكن اسحب ال C مع ال B، وممكن برضو اسحب ال A مع ال C، وممكن اسحب ال C مع ال A. اعتقد دي كده كل البرمتيشنز، لان يعني عددهم هيطلع 6. فدي كده كل البرمتيشنز، فانا ممكن دي عدد الطرق اللي انا اسحب بيها. طب ازاي ده اتحسب؟ هنا احنا ال N دي بترمز للعدد اللي عندي، وال R دي انا هبك منها كام واحده يعني. فهو القانون بتاع ال NBR هيساوي N فاكتوريال على N ناقص R فاكتوريال. فلو جيت قلت ال N فاكتوريال، ال 3 فاكتوريال بتاعها كام؟ هيكون 3 في 2 في 1. خلينا كده ناخدها تحت احسن. دلوقتي انا محتاج، عشان هو قال لي هو الاوردر مهم لي او الترتيب مهم لي، فانا محتاج اقول ان ال ام بي ار، هستخدم ال ام بي ار لان هو قال لي ترتيب مهم لي، فهقول ال ام بي ار هتساوي ال ام فاكتوريال على ان ناقص ار فاكتوريال، فاللي هي هتساوي 3، اللي هي هتساوي 3 بي 2، فهيقول 3 في 2 في 1 اللي هو الفاكتوريال بتاعها، وهنا هقول ال n ناقص r اللي هي 3 ناقص 2 فاكتوريال 1 ب 1، هيطلع بكام؟ هيطلع ب 6، اللي هو 3 في 2 الترتيب دي هيطلع 3 في 2 هيساوي 6. في edge case اللي هو لو قلت لكم فاكتوريال 0 مثلا، ده هيطلع ب 1، لان لو جالي مثلا بيرميتيشن وقال لي الفاكتوريال 0 بكام، هيطلع بواحد، لان دي واي اصلا، دي تعتبر واي واحده بس، هيطلع بواحد. وفاكتوريال 1 بواحد طبعا، انا بس عايزكم تعرفوا دي، ان فاكتوريال 0 بواحد. طيب هيطلع الناتج ب 6، احنا قلنا هيطلع ب 6، ودي فعلا الست بيرميتيشنز اللي عندي، اللي هو اي بي بي اي بي سي وسي بي واي سي وسي اي، دي كل البيرميتيشنز اللي عندي. طيب لو انا مثلا جيت اقول ما يمسحش، نفس الثلاث كور دول عندي، بس انا عايز اسحبهم من غير ترتيب، يعني الترتيب مش مهم بالنسبه لي، هو ما قاليش اسحبهم بترتيب، انا اديك دول الثلاث كور
وعايزك تسحب لي اي اتنين، ايه عدد الاحتمالات اللي انت ممكن تسحب بيها الكور دي او الكور دي تطلع لك؟ فاحنا هنا بما انه ما ذكرش سيرة الترتيب يعني، فانا هنا طبعا هروح للان سي ار، فهقول الان سي ار دي بتساوي، او خلينا نقول 3 سي 2 دي هتساوي الام فاكتوريال على ان ناقص ار فاكتوريال في ار فاكتوريال. فهنا ال possible combinations يعني اللي هتطلع لي هتكون a و b مثلا، وهنا احنا ضربنا في فاكتوريال ال r، لان هنا انا مش فارق معايا لو طلع لي مثلا a و b و b و a، هما الاتنين واحد بالنسبة لي، لان انا طلعت اتنين وقلت ان انا معايا a و b، فهي هي نفس اللي انا قلت انا معايا b و a، ده بالنسبة لل combinations، انا مش فارق معايا ال order او الترتيب خالص، فدول بعتبرهم حاجة واحدة ال a وال b او ال b وال a. ومثلا ممكن يطلع لي ال c ال b وال c مثلا، وال c و b دول برضو ترتيب واحد، وهنا هيطلع لي مثلا ال c مع ال a مع ال c وال c مع ال a دول برضو واحد. فلو جينا مثلا نعوض في القانون ده، فال n فاكتوريال هتساوي 3 في 2 في 1، وال n ناقص r هيساوي 3 ناقص 2 اللي هو 1 طبعا، 1 في ال r فاكتوريال اللي هي كانت ب 2، فهتكون 2 في 1، هتطير ده مع ده هيتبقى لك 3، وده فعلا الناتج بتاعها. دي كومبينيشن، دي كومبينيشن، دي كومبينيشن. ده كل الموضوع. طيب لو انا مثلا جيت اقول، خلينا نفس دول. طيب هو حد مش فاهم الجزء ده ولا كله تمام بالنسبة له؟ لو حد عايز يسأل ممكن يتكلم. تمام. طيب لو انا مثلا جيت اقول ان انا مثلا عندي 20 تيم، وعايز 20 بلاير مثلا، وعايزك تختار منهم اتنين يلعبوا، فهنا انا ممكن استخدم ايه؟ ال R هو العدد اللي انا هبك منهم يعني. مثلا انا قلت معايا 3 كور وعايزك تبك اتنين، فال R دي هي الاتنين. يوسف حسن بيقول ان سي ار مظبوط، لان هو هنا ما ذكرليش الترتيب او حاجه. طيب مثلا لو انا جيت اقول، لو انا مثلا عندي 50 واحد، وال50 واحد دول في مسابقه، والمسابقه دي اول واحد هياخد جولد، والتاني مثلا هياخد برونز ميدال، سيلفر ميدال مثلا، والتالت هياخد برونز ميدال، هختار انهي، الان سي ار ولا الان بي ار؟ بالظبط هناخد الام بي ار. طب ليه هناخد الام بي ار؟ هو انا عارف البتاع ده ممكن يكون اوفر ويلمنج شويه، بس ليه هناخد الام بي ار؟ لان هو هنا انا ما ينفعش ادي لتاني واحد الجولد ميدل، لا انا محدد ان اول واحد هياخد الجولد ميدل، تاني واحد هياخد السيلفر ميدل، والتالت واحد هياخد البرونز ميدل. تمام. حد عنده سؤال في الجزء ده؟ تمام اتفضلي. بس انا فاهمة القوانين دي، بس مش عارفة يعني ايه ان بي ار او ان سي ار، يعني مش عارفة هما يعني ايه اصلا. التبديل والتوفيق بالظبط هما دول. ما انا مش عارفة يعني، ما خدتهمش في سنة. طب ما انا شرحتهم ولا في حاجة ما كانتش واضحة؟ ايوه المسألة الأخيرة دي بقى مش فاهماها يعني، فهمت بتاعت ايه وبي، انما المسألة الأخيرة دي مفهمتهاش، انهي مسألة بالظبط؟ اللي هي الجولد والسيلفر. حلو. دلوقتي احنا قلنا احنا ليه هنستخدم ال NBR، يعني مش احنا قلنا ال NBR دي لو انا عايز ترتيب معين، اوردر معين، وال NCR دي لو انا مش مطلوب مني ترتيب. فانا هنا انا هل ينفع مثلا انا عندي 3 جوائز، الاول هياخد جولد والتاني هياخد سيلفر، يعني مثلا خلينا نقول كده ان الاول هياخد جولد والتاني هياخد سيلفر والتالت ده هياخد برونز، هل ينفع التاني ده ياخد جولد مثلا؟ فانا مش هينفع ابدل ما بينهم خالص،
لازم يكون في اوردر معين ليهم. وضحت؟ تمام. ف الترتيب هنا عندي مهم، لان اول واحد ده هياخد جولد، وتاني واحد ده هياخد سيلفر، وتالت واحد ده هياخد برونز. فهنا الترتيب عندي هيكون مهم. فده اللي خلاني استخدم ال ام بي ار في المساله دي، مش هستخدم ان سي ار، لان هنا انا عندي ترتيب، هو مديني اوردر. طيب خلينا مثلا ناخد كده مثال برضو. لو انا مثلا قلت ان انا عندي رف مثلا، او مثلا عندي 5 كتب وعايز احطهم في الرف ده، وعندي 5 اماكن، في كام طريقة ممكن احط بيها الكتب دي؟ ف انا هنا مثلا لو جيت حطيت 5 كتاب هنا، ف5 كتاب ده مش هيكون عندي في التاني مكان، صح؟ فهحط 4 هنا. طيب والرابع ده برضه مش هيكون عندي هنا في ده، في المكان ده، فهحط 3. والتالت ده مش هيكون كده، حطيت 3 كتب، فهنا ممكن هيبقى عندي كتابين. فالبوسيبل نمبر والكومبينيشنز، يعني انا ممكن احط الكتاب هنا، انا ممكن انا احط الكتاب الاول هنا، او احط الكتاب التاني هنا، عشان عندي كتابين بس اتبقوا، لان انا حطيت 3 اوريدي هنا. فهنا ممكن في المكان ده احط 2. طيب هنا ممكن احط كام؟ 1. فهنا البوسيبل انسرز هيكون الفاكتوريال بتاع 5، لان هو ما قاليش ترتيب مثلا معين، او انا هبك حاجه مثلا، لا هو قال لي ايه البوسيبل نمبرز اوف من الكتب، يعني اللي انا هقدر احطها في المكان ده، او ايه عددهم يعني. فده الفاكتوريال بتاعهم، ده هيكون الفاكتوريال بتاعهم. طب مثلا لو جيت، لو جيت مثلا اقول ان انا 5 كتب مثلا، انا قلت 5 كتب، والخمس كتب دول انت هتبكهم مثلا وتحطهم كلهم بترتيب، فايه هي البوسيبل؟ حد ممكن يقول؟ تمام. هو هيكون 5 في 5، لان انا خدت، 5 كتب ووزعتهم كله ده ببساطة. يعني حد مش فاهم الجزء الخاص بالكاونتينج ده، قبل ما نخش على المسائل، لو حد عنده سؤال في اي حاجة من اللي احنا شرحناه النهاردة. أنا عندي سؤال في اللي هي مسألة الكتب، بس دي مش مهم. الأرق دلوقتي هتبقى بواحد ولا بأربعة؟ تبقى 5، اللي انا هختار 5 كتب، هاخد الخمسة كلهم. طيب. طيب شباب، حد عنده سؤال تاني؟ زي الفل. طيب احنا خلينا نكتب ال NCR وال MBR، او ازاي بعمل لهم بري كومبيوت. طبعا لو انا جيت قلت لكم مثلا حد مثلا يحسب لي مثلا فاكتوريال بتاع رقم معين، فهنا هو ممكن يعمل لوب، صح؟ يعمل لوب، هيضرب 3 في 2 في 1. طب لو جيت مثلا قلت له فاكتوريال 5، فهضرب 5 في 4 في 3 في 2 في 1. بس انا ممكن اعمل البري كومبيوت للفاكتوريال، وفي نفس الوقت للانفرس. طيب ايه هو الانفرس مثلا؟ لما انا قلت ال n ناقص ال r هنا، تمام؟ فدي ال n ناقص r دي معناها، مش انا هنا مثلا قلت ال n فاكتوريال وال n ناقص r فاكتوريال، فده اسمه انفرس. لو انا جيت عملته كده، لو جيت مثلا عملت ال n ناقص ال r واديته سالب هنا 1، اكسبوننت سالب 1، فده كده الانفرس بتاعه. ده كأني قلت الواحد على n ناقص r فاكتوريال. فانا هعمل بري كومبيوت للفاكتوريال ده، ونفس الوقت للانفرس. فخلينا مثلا نكتب حاجه زي كده. لو انا مثلا جيت هنا قلت، خلينا مثلا نعمل ميثود اسمها بري كومبيوت مثلا، ومثلا ممكن نعمل اري. اعتقد فاكتوريال ل 20، من اول فاكتوريال ل 20 او 30 تقريبا بيجيب اوفر فلو، بس انا هنعمل لهم بري كومبيوت. يعني مثلا ممكن نقول
كونست مثلا انت ان دي موجوده هنا ولا لا؟ مش موجوده. حلو. وهعمل اري بتاعت الفاكتوريال والاري بتاعت الانفرس. زي ما احنا هنا مثلا عندنا اتش كيس، زي ما احنا قلنا الفاكتوريال بتاع زيرو هو الواحد، فهنا هقول الفاكتوريال بتاع زيرو والانفرس برضه هيكون بواحد، فاقول بيساوي واحد. وهعمل فور لوب من اول واحد لحد الان، فهعمل فاكتوريال اي هيساوي المالتيبيكيشن بتاع اللي قبليه، صح؟ فانا مثلا بعمل فاكتوريال 3، بضرب 3 في 2 في 1، فانا هاخد اللي قبليه. فانا هنا عامل ميثود المالتيبيكيشن دي برضه عشان الاوفر فلو. احنا ممكن نعملها كده دلوقتي عادي، ممكن نعملها كده مثلا return fv modulus m على طول. بس هنا انا عايز اجيب الفاكتوريال اللي قبليه، صح؟ فعامل فاكتوريال الاي ماينس 1، وهنا الاي اللي هضرب فيها، اللي هو مثلا هنا هنا عندي بواحد، فهنا هضرب الواحد والدور مثلا جه على الاثنين. هنا هبدا من الاثنين اكشلي، لا هبدا من واحد. وهنا هبدا هاخد اللي قبليه. فهنا مثلا انا حسبت ان الفاكتوريال زيرو بزيرو، صح؟ بواحد. فهنا هضرب، هقول الفاكتوريال بتاع الواحد ده هيساوي الواحد في واحد، بعد كده الفاكتوريال بتاع الاثنين هيساوي الواحد في الاثنين، وهكذا. في نفس الكلام برضه هعمل inverse في الاي هيساوي الباور بتاع الفاكتوريال في الاي سالب واحد. انا كده عملت pre-compute للفاكتوريال والانفرس. طيب خلينا مثلا نعمل الميثود بتاعت ال NCR. هناخد مثلا ال N وال R، فهنا هنقول ممكن نقول ايه، احنا قلنا مثلا ال NCR ده بيساوي ال N factorial في الواحد اللي هو ال inverse على N ناقص R factorial، مظبوط؟ فهنا هقول ممكن اعمل مثلا ريتير، هضرب دي بتاخد A و B وتضربهم في بعض وتاخد المودلز بتاعهم عشان الارقام الكبيرة كده. فهقول multiplication factorial ال N، عشان انا هنا حسبت already الفاكتوريال بتاع ال N من ال pre-compute ده، عشان اقدر احسب اي فاكتوريال بسرعة، يعني احسبه مرة واحدة بسرعة كله. ده هي هنا نفس فكرة ال prefix sum، لو انتوا خدتوه نفس الفكرة بتاعته بالظبط، بس هنا بعمل pre-compute يعني. بس وهنا هقول هضرب برضو، انا محتاج اضرب ال اف ايه ال ان سي ار هنا بيساوي في ار كمان في ار فاكتوريال. فهنا هضرب الانفرس بتاع ال ان ناقص ال ار والانفرس بتاع ال ار، فاقول الانفرس ال ان ناقص ال ار والانفرس بتاع ال ار. دي الطريقة اللي بحسب بيها ال ان سي ار. طيب لو جينا مثلا نعمل ال ام بي ار، فهقول return احنا قلنا مثلا ان ال m بار دي هتساوي ال m factorial على الواحد او في واحد على ان ناقص r factorial. فهنا هرجع ضرب الاتنين دول factorial of ال n في ال inverse بتاعهم اللي هو ال n ناقص ال r inverse. ده بكل بساطة ال NCR وال NBR. هنا ممكن مثلا أعمل بري كومبيوت وأحسب عادي اللي أنا عايزه وأديله A و B وهيرجع لي الفاليو. حد مش فاهم حاجة في الجزء ده؟ احنا كمان ممكن نستخدم الفاست باور، لو خدتوا الفاست باور هيكون أسرع من ده، وكمان الفاست باور هيعمل لي حساب المودولوس عشان الأوفر فلو. حد مش فاهم الجزء ده؟ كله تمام؟ كده كده هرفع لكم اللي احنا كتبناه كله ده النهارده وهنزله على الكلاس روم برضه، لو حد مش فاهم ممكن يريز هاند عادي.
طيب زي الفل. طيب شباب احنا هناخد بريك 10 دقايق، فهنرجع مثلا 10 و40 دقيقة، وهنشوف كده مسألتين هنحلهم على التوبكس اللي احنا خدناها النهاردة. تمام، 10 دقايق وهنرجع.
الشات ومفيش فيه انترنت. زي الفل. طيب يا شباب، حد كده يقول لنا المسألة بتقول ايه؟ موجودين؟ طيب ماشي، هو كده لسه كده غشة. طيب كده تمام. اعتقد كده تمام صح؟ كده اهو احسن شوية. ماشي. طيب حد كده ممكن يقول لنا مسألة بتقول ايه؟ أي حد يقول لنا طيب مسألة
فاضي شويه غير البنتين دول، بس هي سهله والله. حد كده يقول لنا طيب ممكن اقول اتفضل. هو هيديني 40 بوصل وقايل وقايل يعني ان دي سي دي بلايتون ايكوال دي، تمام. وهو عايز ان انا يعني اجيب ال بيجست انتجر دي ده. هو بيقول ان ال A وال A زائد 1 وال A زائد 2 لحد ال B ار ديفيزبل واي دي عادي. فهو كمان بيقول لي عشان يعني مسألة تبقى صعبة كده، هو هيدي أرقام لحد عنده 400 طيب خليني كده. طيب اتفضلي. تمام. هي الفكرة كلها بتاعت المسألة مش لو صعبة، بالظبط. طيب ليه بالظبط؟ طب هو ليه هنحطه هنا؟ عشان طيب هو كده لسه في مشكلة؟ كده ظبط؟ طيب هو طيب زي ما انتم ملاحظين ان المسألة بتقول ان هو هيدينا ان الجي سي دي، بيعرفنا يعني ايه جي سي دي، وان هو الجريتست كومن ديفايزرز بتاع الرقمين دول، وبيقول لنا ان البيجست جي سي دي بتوين الاي والبي هو الدي. فهو عايز يعرف اكبر جي سي دي ما بين الاي والبي، اللي هو عايز يجيب الدي يعني. بس من الاي للبي ده، اللي هو لو انا مثلا عندي الاي باربعة، لو عند مثلا عندي الاي بواحد، ثانية كده. تمام. لو انا مثلا عندي الاي بواحد والبي باربعة، فهو عايز يعرف الماكسيمم جي سي دي امونج كل دول. ف باي اوبزرفيشن كده يعني، الجي سي دي بتاع مثلا، لو انا مثلا عندي الارقام واحد واتنين وتلاتة واربعة، لو جيت اخدت الجي سي دي ما بين الواحد والاتنين هيكون كام؟ هيكون واحد. والاتنين والتلاتة برضه هيكون واحد، والتلاتة والاربعة برضه هيكون واحد. ف باي اوبزرفيشن اي تو اليمنتس ال difference ما بينهم رقم واحد بس، زي مثلا 2 و1 فالجي سي دي بتاعهم واحد، وال3 وال2 برضه الجي سي دي بتاعهم واحد، وال4 وال3 الجي سي دي بتاعهم واحد. فاي تو اليمنتس ال difference ما بينهم 1 فالجي سي دي بتاعهم هيكون واحد. فدي رول ممكن تجربها مع اي رقم، هتلاقي ان الجي سي دي بتاعهم واحد. طيب لو انا عندي مثلا رقم زي مثلا ال3 والخمسة مثلا، الجي سي دي دول الديفرنس بتاعهم باتنين، بس الجي سي دي بواحد. ليه؟ لأن أنا عندي رقم برايم. فبرضه لازم تعرفوا إن الجي سي دي مثلا لو عندي A و B والبي دي برايم، الجي سي دي على طول هيكون واحد، لأن الرقم الوحيد اللي هيبقى القسمة على الاتنين دول هيكون الوان بس. فهنا المسألة هي تخض بس هي عبيطة يعني. هو هنا بيقول إن هيدينا ال A و B وعايز أكبر جي سي دي بتوينهم يعني، وهنا بيقول ان ال A وال B دول ممكن يساووا بعض، وال constraints 10 أس 100 بار 100. ف
طبعا ده مش هينفع اخده في انت خالص، فممكن اخده في سترينج. فبكل بساطة انا ممكن اعمل سترينج او بي مثلا، وهشوف يعني. هو هنا بيقول لي ان الاي والبي ممكن يساوي بعض، فانا الجي سي دي ما بينهم هيكون هو الرقم نفسه، فهما لو بيساوي بعض هقول اف الاي بتساوي البي، هطبع الاي والس هطبع الواحد. فده بكل بساطة المسألة اللي بتقوله يعني. عموما يعني كانت في حاجة ساعدتني كده، ان مثلا ساعات المسألة بتطلب منك حاجة معينة، انت مش شرط تعمل اللي هو بيطلبه منك بالظبط، انت ممكن تعمل اللي هو بيقوله وتورك اراوند حقيقة المسألة بس توصل لنفس النتيجة اللي هو وصل لها. ف ده دي طريقة بتفكر بيها مثلا عشان تجيب observation او حاجة معينة تحللك المسألة. يعني المسألة دي الجاية ايه، وحرفيا هي هتتحل في دقيقة لو حد خد باله من اللي هو بيقوله في الستيتمنت يعني. فعشان كده هي كانت سهلة. فخلينا مثلا نجرب، طلع واحد وهنا طلع واحد برضه، هنا يطلع الرقم نفسه المفروض مظبوط. ممكن نصمت تمام. خلينا نشوف مسألة تانية برضو. ثانية واحدة، طيب بعتلكوا المسألة في الشات، معانا برضو 5 دقايق نشوف فيها المسألة.
طيب يا شباب، حد كده ممكن يقول لنا فكرة المسألة؟ هو مفيش وش في المايك صح؟ يعني هو كده دلوقتي شغال عادي صح؟ فاهم؟ طيب حد ممكن يقول لنا فكرة المسألة لو حد عارف يعني حل؟ طيب هو احنا ممكن نجيب ال prime factorization بتاعت ال k ونشوف لو يعني من الكبير للصغير الأرقام ال prime factorization بتاعتها يعني لو موجودة في ال موجودة معانا يبقى تمام، لو مش موجودة فاحنا ناخد أقل رقم بيبقى الاسم عليها، فاهمني؟ حلو. طب هو ممكن تقول لنا بس الأول كده فكرة المسألة ببساطة يعني، عشان ممكن تكون لسه في ناس ما قرتهاش. تمام. هو بيقول ان البنت اسمها لوبا عندها جاردن، هي محتاجة انها الجاردن دي السيجمنت بتاعها كي، اللينس بتاعها كي يعني، هي محتاجة انها تروي الجاردن بتاعتها دي ومعاها ان بافيتس اللي هو يعني الحاجة اللي ممكن مليانة مية هتروي بيها، فهو عايز انها تروي الجاردن كلها في اقل عدد ساعات ممكنة، بحيث انها ما تقدرش يعني ما ينفعش مثلا انها إن يعني يقول له can't water any parts of the garden that were already watered، يعني هي مش هتعرف انها تروي حتة اصلا اتروت او تمام انها تطلع اصلا برا الجاردن بتاعتها دي. مظبوط. ف وهو هيديني السايز بقى بتاع كل بتاع كل باكت، ومحتاج بقى ان هو يعني كل باكت بياخد ساعة، وقال ان انا كل بط تمام. هو بياخد اشار عشان نروي continuous sub segment يعني. يعني هو بياخد لينس ايه في الاي في الاي بالظبط. عشان نروي. تمام. هو عايز المينيمم نمبر اوف اللي هو من الوقت يعني عشان نروي الجاردن دي. ف بالظبط وانا ما حلتهاش وما اعرفش فكرتي صح ولا غلط، بس يعني يا ريت يعني تمام. احنا ممكن نجرب التست كيس كده مع بعض. خلينا مثلا تمام. هو النت ماله؟ انت سامعني؟ فصل لي ده. طيب ثانية كده واحدة. حلو شغال اهو. طيب هو بيقول ان هو هيدينا في المسألة ثانية. هو بيقول هو هيدينا الجاردن دي في حديقة يعني فيها سيجمنت اللينس بتاعها كي، يعني هي فيها جزء اللينس بتاعها كي وهي عندها ان باكتس وعايزة تروي الجاردن دي، بحيث ان هي كل ساعة هي بتروي جزء من الجاردن دي بالباكت ده. يعني مثلا هنا 3 و 6 مثلا، هو مدينا هنا الباكتس الان باكتس والكي واللينس بتاع الجاردن تمام، ومدينا هنا الباكتس اللي احنا ممكن نقدر نروي بيها الجاردن دي. فهنا مثلا خلينا مثلا نوضح ان هنا معايا باكت 2 و3 و6 واللينس بتاع الجاردن دي 6 وهنا الان ب3. فهنا احنا اعتقد فاهمين المسألة غلط. ده هنا 5 اهو. بيمسح منين؟ يا إلهي. هنعتبر ده 5 تمام. فهنا هو مدينا الباكتس دي وعايزنا دي مثلا لينس في 6، وعايزنا ايه اقل تايم انا ممكن اروي بيه الجاردن دي. فهو هنا في اول مرة هو عمل ايه؟ لو شفنا مثلا التست كيس، فهنا هو قال لنا ذا فيرست اوبشن هو محتاج المينيمم نمبر. فهنا هو عمل ايه؟ قال انا هاخد باكت يعمل لي ووتر للجاردن اوف لينس 3 اللي هو عندي ده، وهكرره مرتين. بس هو في مره واحده لازم
يروي جزء من الباكت دي. فهنا هو خد التلاتة وكررها مرتين، فعمل فملى الجاردن كلها. طب مثلا لو جينا هنا ناخد خمسة، فهنا هيروي الجاردن دي بخمسة، يعني عمل حط فيها مية في لينس في سيجمنت خمسة وبفكات بقى واحد. طب هل هو هنا عنده واحد عشان يروي الجزء ده؟ في نفس الوقت هو كان قايل اللي هو مش محتاج يطلع مية بره الجاردن، فهنا الخمسة مش تنفع، فهو كرر التلاتة دي مرتين. طيب هنا في التسكيز ده هو هنا عمل ايه؟ عمل موجود هنا مثلا في الباكتس عندي اللي انا ممكن اروي سيجمنت بستة وممكن اروي سيجمنت بون. فهنا ايه هو الاوبتيمال انسر؟ مثلا ممكن حد يجرب اللي هي مثلا لو هي في سايز 7، ممكن حد يجرب ياخد 3 بعد كده ياخد 3 بعد كده ياخد 1. هو موجود كده في التست كيس، بس دي هيطلع المينيمم نمبر، هيطلع 3. لا اعتقد مش هينفع يعمل كده عشان هو كده ما ينفعش استخدمه كذا مرة. حلو، فممكن اعمل ايه؟ Then we can choose only the bucket that allows us to enter the segment of lens 1. هو طلع ب7 ليه؟ ثانية، في حاجة عشان غلط. ممكن يكون خد الواحد 7 مرات. لا هو اعتقد مقالش اللي هو ممكن ناخد كذا حد. ثانية واحدة، نرى مسألتين بس. She got to the ground. يعني هو ما يقدرش يطلع ورا الجاردن. حلو، وبتختار one of the buckets to water the garden as fast as possible. حلو، in each hour she will water the sum contained subsegment of length of A of I she chose as bucket. Help her to determine the minimum number of hours she has to spend watering. Can't always choose a bucket if it's possible to water the ground. ثانية، length 1. هو ما قالش هنا ان انا ممكن اخد الباكت مره واحده بس، هو قال ان انا ممكن اخده كذا مره. فهنا الاوبتيمال انسر ان انا اخد الواحد دي واعمل لها ووتر 7 مرات، لان اللي هنا مثلا السبعه دي ده رقم برايم، فما فيش حاجه بتقبل، ما فيش مثلا حاجه هنا في الباكتس دي تخليني اروي السبعه دي كلها مره واحده. فهنا هو هيطبع هياخد السبعة دي كذا، هياخد السبعة دي بما انها بتبقى الاسم على الواحد بس، فهياخد هنا الواحد 7 مرات. فده التست ده يعني. ف سي اكزامبل هو هنا في السطر اللي هو لوجا هاز تو شوز وان اوف ذا باكت، تقريبا هو هنا قصده ان هو يعني هي لازم تختار باكت واحد بس وكل ما بين بس ما تاخدش كذا باكت. تمام، ده مظبوط. بالظبط. تمام، فهنا هو عشان هنا ما يقدرش مثلا ياخد 3 مع 3 مع 1، فالاوبتيمال انسر هيكون 3. لا هو المفروض يختار باكت واحد بس ويكرره 7 مرات. طيب المسألة دي مثلا احنا ممكن نحلها ازاي؟ هو البتاع ده مش بيمسح ليه؟ تمام، ثانية كده. طيب طيب احنا هنا مثلا ممكن نعمل ايه؟ هو مثلا في أول تيست كان عندنا 2 3 و5 والجاردن اللينس بتاعها 6، والأوبت هيكون 2. ليه؟ لأن هو اختار الباكت ده وعمل مثلا هنا، مثلا لو هنا اللينس دي بستة، فهنا عمل 3 وهنا برضو عمل 3. فحد مثلا كده ممكن يقول لنا فكرة للحل، لو حد عنده فكرة مثلا. اتفضل يا كيرو. ممكن اخد المودولس ولو طلع بزيرو افضل اشوف المينيمم، يعني بعد ما اخد المودولس ويطلع زيرو اشوف اقسمه عليه، يعني لو طلع واجيب المينيمم واطبعه، فاهمني؟ ماشي، دي برضو فكرة ممكن تنفع. يعني انت مثلا هنا هتجرب، هتشوف لو هي قابلت 6، لو قابلت اسمها 3 هتجرب المينيمم نمبر اللي هيطلع. بس هنا مثلا المودس هيطلع 0، فمش فاهم قصدك. قصدك تقسم يعني 6 على 2 مثلا؟ يعني مثلا انا هتطلع زيرو، تمام؟ اول على 6 لو احنا ناخد اول تيست كيس ده،
لو قسمناه، لو عملناه مودلس الاثنين هيطلع زيرو، وقسمناه على اثنين هيطلع ثلاثة. بعد كده هنيجي نجرب تاني على الثلاثة هيطلع زيرو، وقسمناه على اثنين هيطلع اثنين، هناخده الاثنين. حلو، يعني انت اول حاجه تشوف اللي هو بيقبل الاسم عليه ولا لا، عشان نشوف هو، وبعد كده تجرب هو اللي هو هو السيجمنتس ده مثلا. المينيمم ولا لا؟ تمام. طيب خلينا مثلا نجرب كمان اللي انت قلته ده على تاني تيست، على اللي هو اول تيست. فمثلا ماشي. اول تيست كان اللي هو اللينس كانت بتاعها 7 صح، وعندنا ان باكتس، فهنا هو مش هيقبل الاسم على حاجه صح. غير على الواحد، وكانت المينيمم بتاعها 7، اللي هو 7 على الواحد. تمام. طب احنا ممكن مثلا نفكر في تيست تاني مثلا، نفاليديت بيه الحل بتاعك مثلا. لو احنا مثلا هنا قلنا اللي هنا مثلا ال n ب 3 واللينس بتاعها 5، وهنا عندي 1 و2 و5 مثلا، فانت هنا هتقول الخمسة على الخمسة تبقى القسمة، والمينيموم بتاعها هيكون 5 على 5 اللي هو ب 1 صح؟ ايوه تمام، الكلام ده مظبوط. طيب مظبوط. طيب خلينا ممكن نجرب نكتب حاجة زي كده. هو قال هيدينا ال n واللينس كي صح؟ هناخد ال n والكي، وانت قلت محتاج تجيب المينيمم صح؟ ف المينيمم بتاع حلو، فهنا مثلا ممكن نعمل انسر انت ماكس، عشان انا هميمايز دلوقتي بس، وهاخد الانبوت بتاعي. خلينا مثلا نعمل فيكتور، هاخد الانبوت بس. انت قلت بقى هتمشي على الاري وتشوف لو هو بيبقى القسمه بالمودولس، وتطلع منهم النمبر اللي هو ده على ده. ايوه حلو. فهنا مثلا ممكن نقول لو هي بتبقى القسمه، لو الكي بتبقى القسمه على الباكت ده صح، فانا هاخد المينيموم انسر هيساوي الانسر. انا هنا بمينيمايز تمام الكي على فيو فلاي، ونطبع انسر. طيب خلينا نجرب، هو ده طلع 1 ثانية 6 على 2 بتساوي 0. طلع 2 مظبوط. وهنا طلع 7. طيب تعال نصمد ده. تمام طيب مظبوط، نايس، عايش كيلو. طيب الساعة 11 واحنا دخلنا متأخر نص ساعة بعد الأخوة. طيب احنا كده خلصنا السيشن بتاع النهاردة. لو حد عنده سؤال في أي حاجة ممكن يسألني. في أي حد عنده سؤال في الجزء بتاع النهاردة؟ كله تمام. طيب نشوفكم الأسبوع الجاي يا شباب.